والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. نترقب طقس الغد التفاصيل مع مصطفى، تفضل. شكرا نهى من جديد وشكرا دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، إنما يسود ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 18 درجة والصغرى 10 درجات، يكون الجو فيها مائل للبرودة. في الأسكندرية 17-9 أيضا مائل للبرودة، في مطروح 16-9 مائل للبرودة، في بورسعيد 18-11 مائل للبرودة، في الإسماعيلية 18-9 أيضا مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 18 درجة مئوية والصغرى 10 درجات، أيضا فيها الجو مائل للبرودة. أما في العريش فدرجة الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، الجو فيها يكون معتدل. في طابة 20-11 معتدل، في شرم الشيخ 21-12 الجو معتدل، في الغردقة 20-11 أيضا الجو فيها معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 19 درجة مئوية والصغرى 8 درجات وفيها الجو مائل للبرودة. في أسوان 20-9 الجو فيها معتدل، في الوادي الجديد 18-8 مائل للبرودة، في شلاتين 24-14 معتدل، وأخيرا في حلايب 22-16 يكون الجو فيها معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.